السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي بناتي طلاب الصف الثاني الإعدادي. إن شاء الله مع بعض النهاردة هناخد غزوة مؤتة. وقعت هذه الغزوة في السنة الثامنة من الهجرة، يعني عام 8 هجرية، وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة أميرا على جيش المسلمين، ثم قال: إن قتل زيد فجعفر بن أبي طالب يتولى من بعده الإمارة، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة يتولى من بعده الإمارة. وأوصى الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين بدعوة أهل الروم إلى الإسلام. طيب إيه هي سبب هذه الغزوة؟ يبقى أول حاجة في الغزوة كانت سنة كام؟ 8 هجرية، قائدها مين؟ زيد ابن حارثة، خلاص كده؟ طيب سببها إيه؟ أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغ رسالة الإسلام إلى الملوك والأمراء، فبعث إليهم كتبا مع رجال من الصحابة يدعوهم إلى الإسلام، يعني بعث إليهم رسائل مع الصحابة يدعوهم فيها إلى الإسلام وترك الشرك. من بين هؤلاء الصحابة الحارث ابن عمير الأزدي. الحارث ابن عمير الأزدي ده كان من الصحابة اللي بعثهم الرسول صلى الله عليه وسلم برسائل للأمراء والملوك يدعوهم للدخول في الإيه؟ في الإسلام. طيب الحارث بن عمير الأزدي الرسول صلى الله عليه وسلم قام ببعثه إلى شرحبيل ابن عمرو الغساني أمير بصرى في بلاد الشام التابعة للروم. يعني أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم لملك أو لأمير بصرى اسمه مين؟ اسمه شرحبيل ابن عمرو، خلاص كده، الغساني. طيب بعد كده فقيده بالحبال وأهانه. قام شرحبيل بتقييد الحارث بن عمرو الأزدي بالحبال وأهانه ثم قتله. فكان الحارث رضي الله عنه هو الرجل الوحيد الذي يقتل وهو يحمل رسالة الإسلام للملوك والأمراء، خلاص كده. يبقى من هو الرجل الوحيد الذي قتل وهو يحمل رسالة الإسلام للملوك والأمراء؟ الحارث بن عمرو الأزدي، خلاص يا أولاد، تمام. وهنا جهز رسول صلى الله عليه وسلم جيشا من 3000 لغزو الروم بأرض الشام، خلاص. وتأديب شرحبيل تحرك جيش المسلمين بكل إيمان وقوة لرد عدوان الروم بالشام. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم عندما حدث مع الحارث بن عمرو الأزدي التقييد بالحبال من قبل الأمير شرحبيل اللي هو أمير البصرة، وقام بإهانته ثم قتله، قام الرسول صلى الله عليه وسلم بإيه؟ رد فعل الرسول كان إيه؟ كان تجهيز جيش من 3000 مقاتل لغزو الروم بأرض الإيه؟ الشام. طيب ماذا فعل هذا الجيش؟ تحرك جيش المسلمين بكل إيمان وقوة لرد عدوان الروم بالشام، لكن المسلمين علموا أن جيش الروم يتكون من 100,000 جندي. طبعا المسلمين 3000 بس والروم 100,000 جندي، إلى جانب 100,000 أخرى جمعها شرحبيل الغساني من نصارى العرب. يبقى قام شرحبيل بتجميع 100,000 أخرى، يعني كده عدد الجيش بتاعه كام؟ 200,000، تمام كده. تشاور المسلمون في هذا الأمر، فقال لهم ابن رواحة وعبد الله بن رواحة: يا قوم والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون بقصد الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به. يعني ما تخافوش من إيه؟ من كثرة عدد المشركين، إحنا مش خرجنا غير لطلب الشهادة في سبيل الله، خلاص كده. ولا نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، وإنما نقاتلهم بالإيه؟ بالدين الذي أكرمنا الله به، يعني نقاتلهم بدين الإسلام. فانطلقوا، فإنما هي إحدى الحسنيين، يعني يا قومي انطلقوا معي، فإنما هي إحدى الحسنيين، إما نصر وإما شهادة. ده كلام مين؟ عبد الله ابن رواحة. يبقى عبد الله ابن رواحة قوى عزيمة المسلمين وقال لهم إننا لا نخرج للحرب، وإنما خرجنا بقصد الشهادة، ما نقاتل الناس بعدد ولا بقوة ولا بكثرة، وإنما نقاتلهم بالدين الذي أكرمنا الله به، خلاص كده. فانطلقوا، فأمامنا أمرين، إما النصر وإما الشهادة،
خلاص كده تعالى بقى نعرف في أحداث الغزوة ماذا حدث. صار المسلمون متسلحين بالإيمان والصبر مع الثقة بنصر الله عز وجل حتى وصلوا مؤتة فعسكروا بها واستعدوا للقتال. يبقى المسلمين صاروا في الجيش واثقين بنصر الله عز وجل فوصلوا إلى مؤتة وعسكروا بها واستعدوا للقتال، وحمل راية الإسلام زيد بن حارثة والتقى الجمعان، التقى المسلمون مع الروم، وقاتل زيد رضي الله عنه حتى مزقته رماح الأعداء. يبقى فضل يقاتل حتى مزقته رماح الأعداء، فأخذ الراية منه جعفر بن أبي طالب فقاتل حتى قطعت بيمينه، فأخذ الراية بشماله فقطعت فاحتضنها بعضديه. يعني أول حاجة أخذ الراية من زيد بن حارثة جعفر بن أبي طالب فقطعت يمينه، فلما قطعت يمينه أخذ الراية وضعها في يساره اللي هي في شماله يعني، فقطعت فاحتضنها على صدره وظل يرفعها حتى قتل، فأخذ الراية بعده عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فقاتل بثبات حتى قتل. ومن العجيب أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في المدينة وكان الله تعالى أخبره بما حدث في القتال، وهذا من دلائل نبوته وصدق رسالته. طبعا احنا عارفين الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمير الجيش هو زيد، فإن قتل زيد فعبد الله فمين؟ فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل جعفر وعبد الله بن رواحة. وفعلا قام في الحرب قتل زيد ثم تولى الإمارة بعده جعفر، وقتل جعفر ثم تولى عبد الله بن رواحة وقتل عبد الله بن رواحة، يعني أخذ الراية منه. خلاص كده. طيب، ومن العجيب أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في المدينة وربنا سبحانه وتعالى أخبره بوحي من عند الله عز وجل، فهذا يدل على إيه؟ على صدق نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم ورسالته. ويقول أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم. خلاص كده، قبل أن يأتي خبر موت الصحابة الثلاثة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال للناس في المدينة أن هؤلاء الثلاثة سيموتون، ونعى زيد وجعفر وإيه وابن رواحة للناس. خلاص كده. طيب، وقال لهم، قال لهم إيه بقى؟ أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ الراية جعفر فأصيب، ثم أخذ الراية ابن رواحة فأصيب، وعيناه تزرفان، أي الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. خلاص كده. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبكي وهو يقول أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ الراية جعفر فأصيب، ثم أخذ الراية ابن رواحة فأصيب، وبعد كده قال ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. طبعا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقصد مين؟ يقصد خالد ابن الوليد. بعد استشهاد الأمراء الثلاثة الذين اختارهم الرسول صلى الله عليه وسلم، اتفق المسلمون على أن يكون سيف الله المسلول خالد ابن الوليد أميرا للجيش، فأخذ الراية وقاتل بشجاعة ومهارة، وقال وقد قال خالد ابن الوليد عن هذا اليوم لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف، فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية. خلاص كده. يبقى من شدة هذه المعركة وقوتها انقطعت في يده كم ايه؟ كم سيف يا ولاد؟ 9 أسياف، فما بقي في يدي إلا صفيحة يمنية. خلاص كده. وقد وضع خالد في خطته تخليص جيش المسلمين مما وقع فيه من حرج وضيق، فغير من هيئة الجيش بأن جعل من في اليمين إلى جهة اليسار ومن في اليسار إلى جهة اليمين، ليتوهم العدو أن مددا قد جاء للمسلمين. يعني إيه؟ يعني خلى طبعا إحنا عارفين إن الجيش بيبقى ميمنة وميسرة وقلب. القلب بيبقى فيه القائد اللي هو خالد بن الوليد ومجموعة من القادة معه. طيب، الميمنة والميسرة بيبقى فيه الجنود. قام خالد بن الوليد بتغيير مسار الجيش، جعل الميمنة تتجه لليسار والميسرة تتجه لليمين،
فتتغير الأشكال على مين؟ على الأعداء، فيتوهموا أن مددا قد جاء للمسلمين، يعني أن عدد المسلمين قد إيه قد كثر. ثم حمل خالد بكل جسارته على الأعداء، فألقى الله الرعب في قلوبهم فولوا مدبرين، هربوا أمام القائد العظيم خالد بن الوليد. فلم يتبعهم خالد رضي الله عنه حيث رأى أن الرجوع بجيش المسلمين هو النصر الأكبر في ذلك الوقت، وعاد الجيش إلى المدينة بعد ذلك. فتلقاهم الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، فجعل الناس يحثون التراب على الجيش ويقولون: يا فرار، فررتم في سبيل الله، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: ليسوا بالفرار ولكنهم بالكرار إن شاء الله تعالى. يعني إيه يا أولاد؟ يعني أن الناس قال لهم: يا فرار، يعني لقد فررتم، يعني رجعتم، وفي سبيل الله عدتم، ولم يعني إيه تتبعوا الروم حتى تنزلوا بهم أكبر الخسائر أكثر من ذلك. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم إنهم ليسوا بالفرار، يعني إنهم لم يهربوا، ولكنهم بالقرار، يعني بالشجعان الأقوياء الذين قاموا بخوض الحرب على إيه؟ على قدم الوثاق، يعني قاموا بخوض الحرب على إيه؟ على أكمل وجه، حتى تمكنوا من هزيمة الروم في مؤتة، وعادوا بفضل الله عز وجل إلى المدينة. طيب، إيه هي الدروس المستفادة من هذه الغزوة يا أولاد؟ أول حاجة، الدروس المستفادة من هذه الغزوة أن المسلم يقاتل في سبيل الله لينال إحدى الحسنيين، إما الشهادة وإما النصر. خلاص كده، يبقى أن الإنسان عندما يقاتل في سبيل الله بيبقى أمامه أمرين: إما الشهادة وبيبقى كده شهيد عند الله عز وجل، وطبعا إحنا عارفين منزلة الشهداء في الجنة، وإما النصر العظيم الذي يحققه للمسلمين. خلاص كده. طيب، اثنين من الدروس المستفادة: قيام بعض أعضاء المسلمين أعداء المسلمين قيام بعض أعداء المسلمين بقتل الدعاة إلى الله أمر خطير، لا يصح السكوت عنه. طبعا الرسول عندما جاء الحارس ليدعو شرحبيل لدخول الإسلام قام بقتله. طبعا ما ينفعش ان المسلمين يسكتوا عن هذا الايه الامر، وانما قام الرسول صلى الله عليه وسلم بتجهيز الغزوه حتى يري اعداء الله ان المسلمين اقوياء وقادرين على الايه وقادرين على هزيمه اعداء الله عز وجل. خلاص كده. طيب، بعد كده تكريم المجاهدين في سبيل الله، بعد كده التعقل والسكينه في اتخاذ القرارات المصيريه. زي يعني خالد بن الوليد عندما فر الروم امامه تعامل بحكمة وعاد بالجيش المسلمين، لأنه يعلم أن هذا الجيش قد أضعف، خلاص العزيمة بتاعتهم قلت، وفي نفس الوقت المسلمين تعبوا من كتر الحرب على المشركين. طيب، بعد كده المسلم لا يفر من المعركة، وإنما يقاتل بشجاعة وثقة في نصر الله. أن المسلمين رغم أن عددهم كان قليل، يعني بجانب الروم فالمسلمين كانوا 3000 والروم كانوا 200,000، إلا أنهم وقفوا بصمود وقاتلوا بشجاعة ووثقوا في نصر الله حتى نصرهم الله عز وجل على الإيه على أعداء الله عز وجل. ممكن يجي لي أسئلة في الغزوة دي إزاي؟ أول حاجة، ما سبب غزوة مؤتة ومتى وقعت؟ طبعا عارفين ايه سبب غزوة مؤتة، ان الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يبلغ رسالة الاسلام الى الملوك والامراء، فبعث اليهم رجالا من الصحابة يدعوهم الى الاسلام، وكان من بين هؤلاء الرجال الحارث بن عمير الازدي الذي بعثه الى شرحبيل ابن عمرو الغساني. فقام شرحبيل بايه بتقييد الحارث بالحبال واهانته وقتله. لذلك قام الرسول صلى الله عليه وسلم بتجهيز الجيش من المسلمين في 3000 مقاتل لغزو الروم بارض الشام وتاديب شرحبيل. طيب، متى وقعت الغزوه؟ عام 8 هجريه، في السنه الثامنه من الهجره. طيب، من الامراء في غزوه مؤته على الترتيب؟ اول امير كان زيد بن حارثه، ثم جعفر ابن أبي طالب، ثم عبد الله ابن رواحة، والأخير هو خالد ابن الوليد الذي تمكن من هزيمة الروم والعودة بالإيه بالجيش. طيب، كيف تولى خالد ابن الوليد إمارة الجيش؟
تولى خالد بن الوليد إمارة الجيش يا ولاد بعد أن قتل الأمراء الثلاثة زيد بن حارثة وجعفر ابن أبي طالب وعبد الله بن رواح. طيب إيه اللي خلى اللي خلاهم يولوا خالد بن الوليد؟ هنقول اتفق المسلمون على أن يكون خالد هو أميرا للجيش، فأخذ الراية وتولى قيادة الإيه وتولى قيادة الجيش لأنه كان قوي. طيب بعد كده سؤال بيقول لي وضح الخطة التي وضعها خالد بن الوليد لقتال جيش الروم. أقول الخطة التي وضعها خالد بن الوليد لقتال جيش الروم هو أنه غير هيئة الجيش، فجعل من في اليمين إلى جهة اليسار ومن في اليسار إلى جهة اليمين ليتوهم العدو أن مددا قد جاء للمسلمين. ثم حمل خالد بكل جسارة على الأعداء، خلاص كده يعني دخل عليهم بكل قوة وإيه وشدة. طيب السؤال بعد كده ضع خطا تحت الإجابة الصحيحة. كان يقود المسلمين في أول المعركة مين؟ أبو سفيان بن حرب ولا زيد بن حارثة ولا جعفر بن أبي طالب؟ هنقول مين يا ولاد؟ هنقول زيد بن حارثة في أول المعركة. طيب كان عدد المسلمين في غزوة مؤتة كام؟ 5000 ولا 3000 ولا 12000؟ هنقول 3000، يبقى القائد كان زيد بن حارثة وكان عدد المسلمين 3000. خلاص كده. طيب كيف تصرف المسلمون عندما واجهوا جيش الروم الكبير؟ تصرف المسلمون ازاي عندما واجهوا جيش الروم الكبير؟ هنقول انهم واجهوا هذا الجيش متسلحين بالايمان والصبر والثقة في نصر الله عز وجل، وقاتلوا بكل شجاعة حتى قتل الأمراء الثلاثة، ثم تولى القيادة من بعدهم خالد ابن الوليد وغير من خطة الجيش وتمكن من هزيمة الروم وفروا أمامه وعاد بالجيش إلى مين؟ إلى المدينة. طيب ما الدروس التي نستفيدها من غزوة مؤتة؟ طبعا احنا عارفين ان الدروس التي نستفيدها من غزوة مؤتة هو اول حاجة ان المسلم يقاتل في سبيل الله تعالى لينال احدى الحسنيين، اما الشهادة واما النصر. بعد كده لابد من الحنكة في التعامل في الحروب وإعطاء والتعقل والحكمة في الايه في الحرب. خلاص كده يا ولاد. وطبعا احنا قلنا ان فيه دروس مستفادة كتيرة من غزوة ممكن حضرتك تذكرها في السؤال ده. بكده نكون خلصنا الدرس، وارجو ان انتم تذاكروا كويس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.